فإن فجائع الدنيا أنواع منوعة كما يقول ذلك الشاعر الأندلسي، وللزمان مسرات وأحزان، وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. عندما أشرت إلى من وراءه أقصد موقف أمريكا من استعمال الفيتو ضد أي قرار يصدر مديرا لدولة اليهود. وإني أكرم إسرائيل أن أقول دولة إسرائيل، فإن إسرائيل نبي الله يعقوب، وأما هؤلاء فإنما هم إخوان القردة والخنازير أصحاب السبت الذين لعنهم الله جل وعلا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والنصر ليس بالبعيد، وإنما الناس يستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. الله جل وعلا قد يختبر الناس في تأخير النصر، لكن كما قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذوا جاءهم نصرنا فنحن منتظرون لذلك. وإن تأخر في حسابنا ومقاييسنا فإنه بحول الله لن يتأخر في ما قضاه الله وقدره.